لازلت أنا بفكر في الهجرة، عندي إحساس بالوطنية، لكن هذا ما بكفي إنه يثبتني في بيئة كلها فقر وكلها واسطة وكلها محسوبية. أنا حقي بالنهاية وحق كل شاب إنه إذا وطنه رفضه إنه ما فينا نعاتبه ليش أنت تركت وطنك، لأنه أصلاً وطنه ما قبله ما استوعبه. الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. المحافظة الطريقية حسب الإحصاء المركزي في نهاية العام 2014 كانت 12.7، ولكن أنا يعني بعتقد إنه هي أعلى بكثير. نسبة البطالة 12.7 يعني بتحكي عن أقل بجزء نسبة في الوطن، يعني أنا ما بعتقدش، لأنه ضمن الوجود ضمن الواقع على الأرض يعني معايير الإحصاء المركزي بتكون إنه إذا العامل بيشتغل يوم في الأسبوع فهو عامل، بتوصل ل 22 حسب بعض مراكز الدراسات في المحافظة. مثل أي شاب فلسطيني عملت بجهد على نفسي، أخذت دورات كمبيوتر ودورات إنجليزي، وسعيت للتخرج من الجامعة علشان ألقى فرصة عمل. قدمت كثير مرات في القطاع الخاص لشركات المبيعات، شركات التسويق، رحت على الرام ورحت على رام الله ورحت على جنين ورحت على نابلس، رحت على الإمارات. انعدام الفرص دفعني إني أغامر بكل ما أملك علشان أنا أخلق لنفسي فرصة عمل. فتحت المحل، وهي يعني بالنهاية تسهيل من ربنا إنه الحمد لله نجح. أنا اضطريت أغامر بكل ما أملك، وقعدت سنتين وأنا ما بفوت علي أي دخل. في آلاف الشباب اللي ما شاء الله عنهم كان لهم عندهم القدرات وعندهم المبادرات إنهم يأسسوا مشاريعهم الصغيرة، وهذا طبعا بدعم مطلق من الحكومة بشكل عام ومن وزارة العمل ومن خلال مجالس التشغيل في المحافظات. وكانت المبادرة الأولى طلعت من محافظة قلقيلية لأن تحاول من هدول الشباب إنهم يأخذوا من خلال مجلس التشغيل كروت على فائدة صفر. هلا بالنسبة لتمويل المشاريع، المؤسسات الإقراض منتشرة ما شاء الله بأعداد يعني حدث بلا حرج، وشروط التمويل من مؤسسة لمؤسسة بتختلف، وأحياناً بعض التسهيلات كثير حلوة. المفروض إحنا يعني الواحد أهله تعبوا عليه وهو تعب على حاله، المفروض إنه هو ثروي، لازم الوطن مش يلفظها لبرا ونروح إحنا بعد ما أنا صرت في طور الإنتاج. المفروض الوطن يستغل قدراتي ومواهبي. مراكز التدريب المهني وكليات التقنية اللي تسعى جاهدة وزارة العمل الحكومة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص على تأهيلها وتعزيز قدراتها لأنها تلفت سوق العمل بشباب ممتهنين مهن على مستوى التحدي لدخولهم لسوق العمل المحلي والعالمي. احنا عايشين باللكمة، يعني الواحد بيجيب الراتب اللي بيكفيه على قدر الشهر، في فترات الهدوء والرواج. المفروض اذا صار اي قلقلة امنية بده يتسكر. طبعا انا محلي من المحلات اللي ببيع سلاح مش اساسية، فأول ناس بدهم يتأثروا الناس اللي ببيعوا هاي السلع. فأنا حقيقة لازلت بفكر إنه كمان أنا من حقي مش بس إني أكل وأشرب، من حقي إني أنا أمتلك سيارة، ومن حقي إني أروح رحلة وأشوف الدنيا. لازلت أنا بفكر في الهجرة. بالنهاية أنا على الأكيد بشجع التعليم، لأنه أنت كنت دارس عندك قدرة أكبر من اللي مش دارس على إنك تنشئ مشروع. بالنهاية أنت عندك سلاح في إيدك، العلم سلاح.